سي خالد محي تبقات حارة هذه لحظة لحظة بهذه الوليدات شكرا العصبة تفوز بأول كأس لها أو النسخة الثالثة ذكرى جميلة فليتفضل معهم الطاقم التقني لعصبة الغرب جهة نودو يتصوروا سي روزي سي 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 محي هذه كأس للعصبة هذه كأس للعصبة ديالنا صويرة صويرة هذا تسويج للمنطقة كاملة تسويج للمنطقة كاملة تسويج لكرة القدم داخل الرباط سالو قنيطرة الحمد لله كاين خلاف سي محمد داوي رئيس جمعية أنوار ديال السلوية أولا هذا الدوري جاء ذكرى غالية على المغاربة هي ميلاد الأمير مولاي الحسن وهذه النسخة الثالثة اللي تتنظمها الجمعية ومشكورين الإخوان اللي واقفين على هذه الدورة الثالثة اللي إن شاء الله تكون أحسن من سابقتها فهذا الدوري الهدف منه ديال الوداد ديال المدرسة 2011-2012 والفرقين اللي مشاركين فراقي اللي هما اصدقاء ديالنا اللي تعيطوا لنا حتى هما في التظاهرات وحتى حنا تنعيطوا لهم في, في 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 كل تظاهره اللي هي فراقي كبار انديه كبيره الفاتح الفار الاكاديمي محمد السادس بني خلاف بريستيجيا شيبو غاما العدد ديالهم عشرة فراقي كلهم راه جاوا والتزموا معنا بالوقت ومشاركين معنا وهذا الدوري ديال مولاي الحسن اللي هو صراحه الاخوان المجندين ديال المكتب باش ينجحوه بكل ما عندهم من كما تشوفوا الاعلام الوطنيه في الملعب كامل وكذلك اللي هو لوجيستيكي وما نساوش السيد العميل صاحب جلاله على مدينه سلا اللي صراحه عطانا رخصه ديال تنظيم هذا الدوري وكذلك جماعه سلا ورئيس مقاطعة سابريكت ومقاطعة العييده اللي تا هما دخلوا معنا على الخط باش ينجحوا الدوري المحسن اللي هو اشعاع مدينه سلا ماشي غير الجمعيه اللي دايره بل الناس جايين من كازا من المحمديه اذا الجمعيه تتسعى باش دير انشطه اشعاعيه للعملات سلا والمدينه سلا ومشكورين الاباء كما تشوفوا الاخوان ديال الاسعافات الاوليه هما حاضرين معنا والحمد لله الامور غدا تتبشر بخير وحنا تنتسناو ان شاء الله الفينال دابا الاقصائيات نوصلوا للفينال الثاني ان شاء الله يكون شي جو اخر ان شاء الله شكرا لكم. خالد المحيد المدير التقني الجهوي المكلف بتكوين الاطر في داخل العصبه ديال الرباط صاله قنيطره احنا جد فرحانين ان متواجدين في حي الرحمه وبالضبط مع فريق ديال انوال هذا الفريق اللي انا شخصيا لعبت ليه هذه 41 سنه سنه 1983 مع فئه ديال الفتيان ومعروف على فريق ديال انوال انه كل سنه تفاجئنا بتنظيم دورات ودوريات في مستوى عالي هذو من النخاس الثالثه والرابعه في فروق ديال الدراري ديال الايدوز قبل من 12 سنه وفيه من اجود الفروق اللي عندنا في العصبه ديال الرباط سلا قنيطره سي فري حنا تنتظروا
النهائيات وبقاو فرق اللي تيمثلوا المنطقه ديالنا بما فيهم الاكاديميه محمد السادس، الجيش الملكي، الفتح، ولاول مره مزيان ان شارك المنتخب ديال العصبه ديالنا، لان حنا بصدد ان تنوجدوا لواحد الدوري اللي تيكون سنوي ودوري وطني اللي نورمالمون تتنظموا هذه السنه العصبه ديال رباط سلا في النسخه الثالثه ديالو. ومن هذا الدوري تناخذوا ثلاثة ديال المنتخبات، المنتخب ديال العصبة اللي تيشتغل عليه السي يوسف الروزي والسي كريم سيطا، والمنتخب اللي تناخذوه من هاد الدوريات، والمنتخب اللي تناخذوه من الجمعيات ديال المنطقه كلها. هاد الدوريات اولا تيشجعونا وتيخليونا ان نشوفوا الاطر ديالنا اللي تتشارك في الدورات التكوينيه، انها تنلمسوا فيهم كاع هذاك الشيء اللي قراو عنا دروس نظريه وتطبيقيه، تنشوفوا مع هاد الوليدات فيما يخص التاطير ولاكومبانيومون ديال هاد الوليدات، تنشوفوا الفضاءات سيتادير ما تلعبوش غير في بلايص بحال اللي تنقولوا غير في الاكاديميه الفاتح ولا الجيش، سيتادير خارجين على مناطق اللي تابعه للمدينه ديال سلا. حنا تنشكروا السيد داوي وتنشكروا الاخوان كاع الاطر التقنيه كوساسوا الزوكاري ولا سي سمير اللي على التنظيم ولا حسن الضيافه وعلى هذا المستوى اللي وصل ليه هذا الدوري. السلام عليكم، معكم وسيم التحماري حارس مرمى انوال السلاوي. لعبنا اليوم في الدوري ضد الفتح الرباطي، كان مباراه صعيبه ولكن تعادلنا معاهم الحمد لله. كنحتاجوا بحال الدوريات كتنظموا في سلا. السلام عليكم، سميتي طه فرحي، كنلعب في فريق اتحاد رياضي التروقي ومواسبة الغرب. انا اليوم فرحان بالتورنو اللي نظموا انا والسلاوي، تعرفنا فيها على بزاف ديال الحوايج وعرفنا الدراري صحابنا اللي تعرفنا عليهم من جديد. وكنبغي نشكر استاذ الروزي واستاذ ياسين اللي عطاونا هذه الفرصه باش نلعبوا ونبينوا لكم شيء، وان شاء الله نكونوا في حسن الظن. سميتني يونس الربيعي، من مواليد 2011 12/31، تلعب مع فريق عصبه الغرب الموجوده من فسالة الرباط القنيطره. اليوم دينا الكاس وبغينا نحييو الاستاذ ياسين، الكوتش ياسين الهلالي وكوتش يوسف الروزي على الاداء المزيان اللي داروا معنا، وعاونونا بزاف عاونونا بزاف وديروا النيه نصر لنا على تعال وديما تبارك الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.